السلام عليكم البنات. هذا تا بديت كنشحر صراحه. الطاجين ديال الوالده تبدات كتشحر، عاد فكرت الفيديو. هذه اللحمه ديال البقري، درنا لها زويته بلديه، شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه سكنجبير، ياك الوالده هادشي. وغادي تخضروا ان شاء الله بالبطاطا والكورجيت والزيتون، طاجين تاع دائما تاع كل نهار. ايوا هو غادي يتقلى. واش غتزيدي لها الوالده دابا ملي تقلى؟ زيدي ليه البصله، الثومه، نزيدو الثومه قطعه. غادي يذوب كلشي مع الطاجين، تبارك الله تيحتاج مده اطول في الطيان. غادي يذوب كلشي. طماطيشه، شحال من مطيشه؟ جوج. الوالده تتحشم حتى تهضر بصوتها. وانتوما شحال؟ ثلاثه. ثلاثه ديال الدروس، جوج مطيشات. اللحم ما عرفتش شحال يكون هنايا، يعني نص كيلو، الله الله اعلم، نص كيلو وقل. ندير البصلة، جوج بصلة تاني، ثلاثة. حشمت هضري فلي اختي عائشة هذيك النهار، ريت نهار الدجاج والله الا هضرات عجبتني. تي الوالدة حشومية تتسقف بالبطاطا والكرجات. تبارك الله هذه نيت وقيت الكرجات موجوده، نزلت في الثمن وهي زوينه نيت صحيه و. صافي غادي دير الوالده هذا هكا، هي تكمل تسقيفه الخضره، ودير الربيع من الفوق والزيتون. اوغوزمون ما كاينش ما كاينش الحار، ما كاينش الوالده الحاره باش نحطوها الفوق. ونسدو على طاجين يطيب ساعتين تقريبا على نار مهيله، يعني بنادم مزروب شي شويه ساعه وساعه ونص، لكن تي مجهده النار شويه ساعه ونص كافيه. المهم كاينه اي تبارك الله على الوالده. صافي نقطع واستفات سميتو، وزادت الكرجات هذيك المكركبه والحاره، ورشات بالملح والربيع. وغنسدو على الطاجين ديالها ان شاء الله يطيب على خاطرو. نسيت زويتينات فاش تيطيبو مع الخضر، تيطلقو ديك الملوحه وديك النسمه ديالتهم زوينه في الطاجين. صافي دابا نغطيو الطاجين. طاب واحد شويه سوين شويه ونغطيو عليه ان شاء الله. ها هو الطاجين ديالنا من بعد ما نشف من الماء، وقف غير في الزويته ديالته. ها هو، نتمنى يعجبكم الطبق.